أكبر داعي هو أن التدخل دابا الحالي ديال السيد ممثل الوزراء هو أنه حبذ الفكرة ديال العيون وعطانا وعد بأنه غادي يحاول بالنسبة للجمع العام كما شاهدتوا الحمد لله مرة في واحد الأجواء طيبة كانت كان التقرير المالي والإعلامي اللي يعرف التصويت بقبول من جميع الأندية النقاش كان مفتوح تطرح بعض الملاحظات حول غياب العنصر النسوي كما لا يخفى عليكم ان هذه الرياضه المحركات هي رياضه قدر نقولوا قديمه جديده هي كانت واحد الوقت كيفاش عليكم هي كانوا ينظر لها انها رياضه النخبه احنا حاولنا في التوجه ديالنا جد انها نقربوها من الناس اللي ما كانوش كيظنوا بانها سهله حنا دابا ولينا كنفتحوا مجال امام ولينا كنشوفوا مشاركه ديال اطفال عاديين الانديه مشكوره كتاثرهم وكت ما بقاش لابد يكون عنده واحد امكانيات ماديه باش يمارس ولات الانديه كتهتم به باقي عندنا بعض الاكراهات بالنسبه للعنصر النسوي حنا عندنا واحد برنامج اننا ان شاء الله يكون حاليا عندنا واحد ثلاثه او حقول اربعه ديال المشاركات ولكن هذا غير كافي توجه عام في الرياضه المغربيه وان الاهتمام بالعنصر النسوي هذا داخل في البرنامج ديالنا وان شاء الله في المستقبل القريب غادي تكون عندنا فرق ان شاء الله.